السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر تحديث لموقع ريكس ان اف تي، بقى مدوش على الرابط بتاعه عشان تفتح الموقع. قبل كده كان بيفتح، تعال نشغل النت، النت كان مفصول، يرجع تاني. لا يمكن الوصول الى هذا الموقع النصاب، موقع خلاص ما عادش بيفتح نهائي، وده احسن طبعا، ما عادش بيفتح عشان ما فيش حد يعمل ايداع. اخر حاجه كان الارباع كانت معلقه، الايداعات اللي الناس عملتها وجابت ارباح كانت معلقه، والناس طبعا كانت، في ناس بتقول لك اه ده تحديث وهينتهي وبعد كده هيعمل تاني، هيبدأ يرجع يشتغل تاني والكلام ده كله. آخر حاجة الموقع كان عاملها بتاريخ 13/11. اللي أنا عايز أقوله، طبعا كلنا عارفين الموقع قفل، مش جاي أتكلم في إن الموقع قفل ولا مقفلش، الناس كلها عارفة إنه قفل وخلاص، أكد رسمي إنه قفل الموقع النصاب ده، معادش فيه إمكانية الوصول ليه تاني. لكن اللي أنا عايز أقوله إن للأسف إن في ناس اشتركت في الموقع ده وهي عارفة إن في مواقع شبه ده كانت شغالة وبتدي أرباح وتدي الكلام الفاضي ده، وقفلت بعد كده. تمام، يعني في ناس كانت عارفة إن في مواقع تانية شبه الموقع ده شغالة وبتقفل، اليوتيوبر نفسهم كانوا بيقولوا كده، كانوا عارفين إن في مواقع زي كده بتقفل بعد فترة. طب لما هو موقع نصاب وانتوا عارفين الموقع اللي بتقفل، بتروجوا له ليه؟ بتروجوا له الموقع ده ليه؟ بتشجعوا الناس تشترك في الموقع ده ليه؟ انتوا اول ناس مفروض تتحاسبوا، انتوا اول ناس مفروض تتحاسبوا اذا ما كانش اصلا ليكم يد في الموضوع ده. كل يوتيوبر اتكلم في الموقع وقال ان الموقع ده كويس والموقع ده مش عارف ايه، ده مفروض يتحاسب وطبعا عليه اثم وطبعا مشترك في الذنب. ليه؟ احنا بنتكلمش في، احنا بنتكلم في الافات الدولارات. في ناس حاطة، انا اعرف ناس غير الناس اللي على النت، في ناس حاطة الافات الدولارات، اللي حاطت 1000 واللي حاطت 2000 واللي مستلف وحاطط واللي عامل بسبب ايه ده كله؟ هذا بسبب يوتيوبر فاشل ما عندوش دم ولا هم حاجة غير المشاهدات يلمها على قفا الناس. ضحك طبعا ناس كتيرة سوزك لما لقالك الدنيا كده سهل، اشترك ودخل في الموضوع، والموضوع طبعا ما تمش واتنصب طبعا على الناس والكلام ده كله. في ناس ما تعرفش الموضوع ده، في ناس اول مره يسمع ان في مواقع كده ما يعرفش حاجه، لكن هم عارفين المواقع دي بتشتغل وبتقفل على طول، شغال على الناس بتشتغل وبتقفل. يعني بعد الموقع ده ما تفكرش ان ده هيكون اخر موقع، لا انت مش هيكون اخر موقع، ده هيجي مواقع تانية بعد الموقع ده، هيجي موقع وبكره فكرك بالكلام ده وافتكر الفيديو ده، افتكره كويس، بكره هيجي موقع تانية وهيجي بعدها موقع تالتة وهكذا. ليه بقى؟ لان الناس بتصدق، والناس المنافقين والكذابين كتير، مفيش حد همه غير مصلحته. انا مش زعلان غير عن الناس طبعا اللي خسرت ارقام كبيرة، يعني ربنا يعوض عليهم. اخواننا ما نصدقش حاجة في النت بعد كده، اي موقع شبه الموقع ده وشغله بنفس طريقة شغل الموقع ده ما نصدقوش اخواننا، لله سبحانه وتعالى ما نصدقش موقع زي ده ابدا، لان النصب فيها اكتر من الحقيقة، النصب فيها اكتر من ايه، من الحقيقة، لان دي موقع نصابة ومواقع كذابة مفيهاش صدق. وياريت الناس تفهم الكلام ده وتبقى المرة دي يعني تبقى عظة وعبرة، والناس بعد كده تبطل الموضوع ده نهائي
وما تشتركش في اي حاجة من الحاجات دي ولو بسنت واحد. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سلام عليكم.